احتمال تشكيل لبني للحكومة نناقشه مع ضيفنا من الناصرة أستاذ العلوم السياسية الدكتور سهيل دياب. أهلا بك دكتور دياب. هذا الاحتمال الذي تحدثنا عنه، الاحتمال الأول لبني تشكل حكومة، هل هو منطقي الآن وماذا يعني بالنسبة لحكومة من مصيرها؟ برأيي أنه هذا هو أحد الاحتمالات القائمة، ولكن برأيي أن هذا الاحتمال هو احتمال ضئيل من حيث التنفيذ. السبب الأساسي هو أن تسيبي ليفني لم تصل إلى قناعات سياسية واضحة كما توصل إليها في حينه عام 92 رابين، أن يكون رئيس حكومة لحكومة مقلصة وأن يحصل على غطاء من الأحزاب العربية الموجودة. فباعتقادي أن ليفني لا تستطيع أن تقوم بالدور الذي قام به رابين في عام 92، حبذا لو كان ذلك، ولكن الوضع يقول عكس ذلك. فلذلك الاحتمال قائم نظريا ولكنه بعيد من حيث التنفيذ. هل تستطيع ليفني إذا ما كلفت تشكيل ائتلاف لتأمين عدد الأصوات اللازمة لها في الكنيست؟ ليفني أمامها ثلاث إمكانيات. الإمكانية الأولى وهو ما يفضلها رئيس الدولة شمعون بيريس، أن تكون حكومة مشتركة ما بين الليكود نتنياهو وما بين سي بي ليفني قديمة. هذا الاحتمال رح نرجع له لاحقا، بس بالنسبة للاحتمالات الأخرى، ائتلافات مع الأحزاب الأخرى. الائتلافات مع الأحزاب الأخرى هناك إمكانية من هذا النوع، ولكن ليس بدون الليكود. على سبيل المثال أن إسرائيل بيتنا ليبرمان هو لا يعارض أن يكون في حكومة موجودة فيها الليكود، ولكنه يعارض أن تكون حكومة فقط مع كديمة لوحدها. هو يريد الليكود وكديمة معا بحضوره، بينما يعارض بالأساس أن يكون شاس شريكا له في داخل الحكومة، وأنه يريد أن يحصل على حقيبة وزارية ما يسمى كبيرة. فلذلك هناك احتمالات ولكن ليس بدون إخراج الليكود من الصورة. طيب لنشاهد الآن السيناريو الثاني الأبرز، وهو أن يشكل طبعا نتنياهو الذي أتى في المرتبة الثانية وذلك سابقة، يعني يشكل صاحب المركز الثاني الحكومة. هذا السيناريو ماذا يعني؟ في حال كان الخيار أن يوكل تشكيل الحكومة إلى بنيامين نتنياهو رئيس الليكود، فسيذهب على الأرجح إلى خيار تشكيل حكومة يمين ضيقة. ففي حالة حكومة يمين ضيقة يمكن أن يضم نتنياهو حزبه الليكود وإسرائيل بيتنا والمفدال والاتحاد الوطني ويهدوتها توراة، ولكن أيضا عليه ضمان التعايش بين شاس وإسرائيل بيتنا، ليتمتع حينها نتنياهو بحكومة مدعومة من أغلبية 65 مقعدا في البرلمان، وهذا يضمن تحالفا يمينيا ضيقا يبقي الأمور على حالها في المنطقة. دكتور سهيل، إذا كان نتنياهو يستطيع الحصول على الأصوات اللازمة في الكنيست، ولكن هل يمكن لحكومة يمين متطرف أن تعيش طويلا كما يتوقع بعض المراقبين بأن عمره لا يمكن أن يكون طويلا؟ إمكانية هذه الحكومة أن تقوم هي إمكانية أعلى من السيناريو الأول، ولكن هي إمكانيات متوسطة ما نسميه، لأنها لا تستطيع أن تقوم بمهماتها لأكثر من سنة ونصف حتى سنتين كما يتوقع أغلبية المراقبون السياسيون. ولكن أود أن أقول أن حكومة من هذا النوع ستواجه نقاشا حادا مع طرفين أساسيين. الطرف الأول هو الطرف الأمريكي بقيادة أوباما، لأن هذا الطرف يريد أن يقدم الأوضاع أماما بما يتعلق في القضية الفلسطينية والملف الفلسطيني
كأفضلية أولى، وأيضا سيواجه نقاشا حادا مع الاتحاد الأوروبي مع ساركوزي خاصة، حيث أن هناك اتفاقيات سابقة مع أولمرت بمعرفة نتنياهو في ضرورة تقديم المفاوضات مع سوريا بين إسرائيل وسوريا إلى درجة متقدمة. نعم. وهذا هذه الفاتورة لم تصرف بعد لا من أولمرت ولا من نتنياهو، فلذلك هذه الإمكانية إمكانية واقعية متوسطة، متوسطة الإمكانيات، ولكن هي لن تدوم طويلا وستصطدم بالواقع العالمي والواقع المحلي بحيث لا تستطيع أن تعمر كثيرا. طيب الآن نأتي إلى السيناريو الثالث الأبرز، وهو اللي سميته حضرتك خيار شيمون بيريس، وهو أنه إما تقاسم أو التناوب على رئاسة الوزراء أو الحزبين معنا. بالنسبة لهذا الاحتمال نشاهد السيناريو الثالث. الآن وهو أن يذهب كل من كاديما والعمل إلى خيار يسمى بحكومة الرأسين، أي حكومة يتناوب كل من نتنياهو وليفني على رئاستها بواقع سنتين لكل منهما، فتشمل أكبر الأحزاب باستثناء اليمين المتطرف وهي أحزاب كاديما والليكود وحزب العمل، أي أن أحزاب اليمين والوسط يمكن أن تتمتع بأغلبية 68 مقعدا وتتحرر من ابتزاز اليمين المتطرف، ويبقى هذا خيارا نظريا. دكتور سهيل، هل ممكن أن يقبل الطرفان بهذا الاحتمال؟ برأيي أن كل طرف يريد أن يفحص من يكون رئيس الحكومة، يعني نتنياهو لن يرضى أن تكون تسيبي ليفني رئيسة للحكومة حتى ولو بفترة سنتين، وأيضا تسيبي ليفني لن ترضى أن يكون نتنياهو رئيسا للحكومة لمدة 4 سنوات، فلذلك هذا عائق أساسي. ولكن بالمفهوم العام وخاصة في ديوان رئيس الدولة وفي الاتصالات الدولية والخيار الدولي، يريد أن يدفع باتجاه أن يجد حكومة ثابتة في إسرائيل، حكومة غير يمينية وغير معارضة للخيارات والملفات المفتوحة، وخاصة الملف الفلسطيني والملف السوري. بس هيدي وأيضا تعليق سريع دكتور سهيل، أنه هذه حكومة بتكون ما بتشبه شكل الانتخابات، الانتخابات ذهبت إلى اليمين أكثر. الجو العام الإسرائيلي ليس فقط في النخب السياسية والأحزاب هو يسير نحو اليمين، وإنما أيضا في الشارع اليهودي في إسرائيل، ولكن هناك أيضا عامل آخر علينا أن نراه ونجده بعين الاعتبار، نأخذه بعين الاعتبار، هو الوضع الدولي. ماذا مع القيادة الأمريكية الجديدة؟ ماذا مع ساركوزي والتلخيصات السابقة؟ ماذا مع ما يجري في المنطقة بشكل عام؟ هذا لا يمكن أن يغفل عن بال أي قائد أو أي رئيس حكومي أو مرشح لرئاسة الحكومة في إسرائيل في هذه الأوضاع، سواء كان هذا أو ذاك. أنا برأيي أن أي سيناريو لن يخرج الأمر والأوضاع الحالية من صعوباتها ومركباتها، وأنا أتوقع أن نتيجة الانتخابات أدت إلى وضع من الممكن أن ننتظر موعد قريب للانتخابات البرلمانية القادمة. الوضع هو مركب جدا. شكرا جزيلا لك دكتور سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية، ضيفنا من الناصرة.